مجلس الشورى. قال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إن مبدأ الشورى من المبادئ التي جاء بها الإسلام ومارسها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من خطاب الملك عبد العزيز في افتتاح أول مجلس للشورى: علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لذلك في عام 1346 من الهجرة قام الملك عبد العزيز بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء مفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء. وفي عام 1355 من الهجرة أعيد تكوين المجلس، وأصبح يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني وعشرة أعضاء. وفي عام 1412 من الهجرة صدر نظام جديد لمجلس الشورى، وأصبح يشكل السلطة التنظيمية. عدد أعضاء المجلس 150 عضواً، ومدة المجلس 4 سنوات، يعاد تشكيله بعدها بأمر ملكي، ويتخذ المجلس من الرياض العاصمة مقراً له مع جواز عقده في أي جهة من جهات المملكة. يعقد المجلس كل أسبوعين على الأقل بقرار من الرئيس، بعد نهاية كل جلسة يحرر لها محضر يوقع عليه الرئيس أو نائبه، وقبل نهاية العام يرفع الرئيس تقريراً سنوياً للملك يطلعه على ما تم إنجازه. اختصاصات مجلس الشورى: إن مجلس الشورى يقوم بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة وفقاً لما يلي: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تفسير الأنظمة، مناقشة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.